الإنستغرام إلى فيسبوك لمتابعة كل ما يحصل على هذه الأجهزة الذكية، أين نحن اليوم طبعا من هذه الاستعمالات الخاطئة، وما هو تأثيرها المباشر وغير المباشر على العمود الفقري؟ لا أنا ما بعرفش متخيل رح يجي يوم ويكون في مرض في العمود الفقري يعني مسمى باسم هذه الأجهزة، لأنه الموضوع مرض العمود الفقري الرقمي، لأن هلأ في كل شيء رقمي. لا يعني بدي يكون في مرض جديد بده يظهر، كونه أنه هذا السبب، يعني هذا المرض بسبب يأتي من هذا السبب. نعم. اي فبالتالي لانه فعلا الاستعمال التليفون او الهواتف الذكيه عم تخلي الواحد يعني شو بدي لك، اذا بدنا نعد ساعات اليوم، معظم ساعات اليوم فان كان هو بالبيت ولا كان حتى احيانا بالزحمه بالسياره، يعني للاسف الناس عم تستعمل التليفونات وهن قاعدين بين اصدقائهم عم يستعملوا التليفونات. طبعا هذا ما بس الاستعمال التليفون، يعني انت كمان استعمال الكمبيوتر، يعني احنا هلا ما في اي جهه عمل في العالم الا وصار الموضوع كله بالكمبيوتر، يعني هي موضوع الورقه والقلم كل ما عم تختفي والملفات وكذا صار كله، فاستعمال الموظف لجهاز الكمبيوتر عم يؤدي كمان بانه انحناءات في الرقبه وبالتالي مشاكل في العمود الفقري. طبعا الصحيح هو انه الشخص لما بده يكون جالس تكون جلسته بحيث انه تكون في زاويه قائمه، يعني لما يكون ظهره مستقيم على في الكرسي انه ما يكون في انحناءات، يعني لازم يكون جالس في 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 زاويه قائمه. استعمال الهاتف او الكمبيوتر لازم يكون على مستوى النظر، وليس اني انا نزل راسي لشوف هذه الشاشه بغض النظر ما هي الشاشه، اذا كانت تليفون او كمبيوتر. فاما هذا ينطبق ايضا على الكتاب، طبعا ينطبق على الكتاب، فإما أني أنا نزل الكرسي اللي أنا عم بقعد عليه مشان تكون على نفس مستوى الشاشة، أو أرفع الشاشة لمستوى النظر، يعني العين هي اللي مفروض تنزل وليس الرقبة، يعني مشان أنا أطلع على شيء أوطى لازم نزل بس عيني ويبقى الرأس والرقبة بشكل مستقيم. هذا الشيء المثالي للجلوس. نعم. ولكن من يتبع ذلك يعني من الصعب انه يصير هذا الشيء. نعم. اذا نامل انه هذه الرساله اليوم قد تكون وصلت، سنكررها دائما دكتور يحيى معك ومع أطبائنا الآخرين لكي نستطيع أن نتجنب مرض متعلق باستعمالاتنا الخاطئة للهواتف الذكية والكمبيوتر إلى ما هنالك. إذن فرقنا ما بين انحناء العمود الفقري إلى الأمام أو إلى الجنب. دكتور يحيى، هل التعامل مع هاتين المشكلتين مختلف من ناحية العلاج؟ طبعا هلا نحن الموضوع او شيء، بس خلينا ننوه شو هو مساوئ انه يكون في انحناء في العمود الفقري. نعم. يعني الى اين ممكن ان يؤدي هذا الانحناء ولماذا يعالج يعني بشكل اساسي. هلا على حسب يعني معظم الحالات اذا لم تكن يعني متقدمه احيانا لا يدري بها الشخص انه هو عنده الانحناء. نعم. قد يكون لو أحد في البيت، يعني ممكن يكون طفل وهو عم أهله أو مثلا حدا من والديه شافوه وهو عم يغير ثيابه أنه لمحوا أنه عموده الفقري ليس مستقيم. نعم. فيعني الانحناءات إن لم تكن شديدة صاحبها قد لا يعلم بوجودها. نعم. فعلى حسب درجة الانحناء نحن بنقدر نقول قد ايه ممكن المشكلة أنها تتقدم. احيانا ممكن انها تتقدم اذا كان الانحناء في الفقرات الظهريه، يعني اللي هي بين الرقبه واسفل الظهر، اللي هي المنطقه اللي فيها الرئتين والقلب، احيانا هذا الانحناء يؤدي الى 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 ان يحصل ضغط على احد الرئتين بسبب العمود الفقري اللي اخذ هذا الشكل اللي هو السي اللي حكينا عنه. فممكن انه هذا العمود الفقري يبدا في 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 ازاحه الرئه لاحد الجوانب، فهذا بيؤدي الى ضعف في التنفس ومشاكل في التنفس عند احد المرضى. ممكن انه يكون اذا كان هذا الانحناء في جهه القلب
ممكن يؤدي الى 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 عدم توازن في ضخ الدم وطاقات القلب والى اخره. طبعا عم نحكي نحن في ارقام من الانحناءات في حالات متقدمة.